اياه وهذا صافا بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. مرحبا، شكون معايا؟ مريم تيفل. ماريا تيفل. شحال في السن ديالك ماريا؟ 23 عام. 29 سنة. أيه، لمن باغا ديري هاد التيست ماريا؟ العربي تيفل. العربي تيفل. شحال في عمر العربي؟ 39. 39. شحال مشيو ويا مع بعضياتكم؟ عام هذا تقريبا. أيه، وشنو نوع العلاقة اللي بينك وبينه؟ علاقة بحب، كيقول لك خاصني نتزوج وأنا بحال شكيت فيه، هو خدام في جهة الفنيدق. هاك دار عليا وصافي. ايوا، ملي خدام في الفنيدق غنصونيو عليه بعدا نشوفو واش باقي في المغرب ولا ولا اخوة. اري لي النمرة ديالو. 06. ايه يلا ما تهضريش حتى نقولها لك. صافي يلا الاخوه البارطاج، اللي باقي ما بارطاجش لايف بارطاج. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا استاذ العربي هذا. تحياتي لك استاذ، كي داير السي العربي؟ لاباس عليك، كلشي بخير؟ الله يحفظك. العائله، الاحوال ديالكم كلشي لاباس؟ كنتمنى ما تقولش لي غير في اختك من الناس. لا ماشي مشكل. الله يطول لنا عمرك، عيد مبارك سعيد واخا جات معطله، الله يدخل عليك هذا العيد بالصحه والعافيه والهنا وبشي حجه ان شاء الله لكل الوالدين ان شاء الله. امين امين. شكرا. سباغة، الله يطول لنا عمرك. نقدم لك راسي الاول، معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. مرحبا خويا. فايت لك السي العربي مفرج في البرنامج ديالنا، عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ يا خويا كنتفرج فيك كنشوف. الله يطول لنا عمرك، الشرف لينا. فين كتفرج فيها السي العربي؟ فيسبوك. مرحبا مرحبا، نهار كبير هذا السي العربي. من الفنيدق السن 39 سنه. مرحبا مرحبا مرحبا، نهار كبير هذا استاذ. السي العربي، جانا اتصال من عند واحد الانسه من مدينه الفنيدق، كذلك هي اللي زودتنا بالرقم ديالك وهذه المعلومات باش نتصلوا بك. قالت لنا بلي انت وياها في علاقه حب مع بعضياتكم، وباغا تاكد واش فريمون السي العربي جا للفنيدق وغادي يدي فنيدقيه. فهمتيني ولا لا؟ مرحبا خويا. تفضل، شكون هي الانسانه اللي جات بالك حاليا؟ ويمكن ما عرفتها. شنو السميه ديالها بلا ما تذكر الكنيه؟ ولكن بغيت نخلي الاسم ديالها محفظ. لا لا عادي، حنا عارفين الاسم، عندنا كل شيء عادي، ما كاينش شي محفظ. تحفيظ في الدار ان شاء الله. والاسم ديالها كيبدا كيسالي بالحرف الهاء. برافو عليه، شابه هي هذيك. شنو هو الاسم كامل؟ جاي هي هذيك. الحرف الاول بالحاء. مش الحرف الاول الحاء. الحاء، واش السميه؟ اما راك جيتيها فيها هي هذيك. هي هي هذيك، ولكن ما بغيتش نقول الاسم. وعاد وراه هي قالت لنا السميه وكلشي. سمع، شنو هاد السميه الحاء والهاء في الاخر؟ حفيظه. ايوا، فينا هو الهاء في الاخر؟ فينا هو الهاء؟ حفيظه، راه التاء مربوطه. الله يخليها لك، انا ندوزها لك. انا هي اصلا ملي صونات عليا قالت لي شوف، قالت لي انا غير بغيت ندير نشد فيه في هذه الليله، هذا عارف انا تما، انا عارفه كيبغيني غير انا. الله يخليك ليها ويخليها لك. الله امين. قول لي امتى ان شاء الله العراسيه؟ وي ان شاء الله. امتى؟ شوف ما تنسانيش تعرض عليا هذا الرقم، هذا هو تصون عليا فيه ان شاء الله. صافي. مرحبا. الله يطول لنا عمرك. يلا قبل ما ندوزها لك، هي دابا راه كتسمع لك، بغيناك تقول لها شي كلمه زوينه في هذا النهار المبارك. مرحبا. شي كلمه زوينه قولها لها. الو حفيظه. هضري معها. ماريا. حفيظه. وماريا. بلاتي راه واقيلا ما كتسمعش. حفيظه. ماريا. وماريا. ماريا. نبي وما تهضرش غادي. الو. بالله هادشي راه واقيلا عندها شي مشكل، خليك 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 معاه. وماريا
ماريا. هو ماريا ناري يا خوتي، ملي كد يحصل شي واحد بين يديا. ما عرفتش التليفون فيه تعبئة ولا. يا ربي تكون تعبئة كريم. والله ما جاوبتي، والله ما جاوبتي يا رانيا. أماريا أماريا فين خليتيني أنا واحد معاه؟ ألو ماريا قطعت عليا. شتو بغيتك تبقاي هكاك. يلا تلقى السي العربي. نعم حفيظة تقلقات عليك. علاش؟ شنو درتي ليها في العشية؟ قلت لك اصلا انتم مخاسمين. ها حلف حلف والله كتبغيها بزاف ولا غير شويه؟ ايوا غير فاش نتي واش عرفتي شكون اللي اتصلت بينا ولا لا؟ شكون؟ الام ديالها. لا خليني اللي كنطالب بعدا كنا نهضر مع الام ديالها. واش فراسك اتصلت بينا الام ديالها وباللي راه حامله منك؟ انا ماكش باين نقول لك هادشي في الاول، ولكن هادشي اللي وقع دابا. هما اختاروا البرنامج ديالنا باش يوصلوك الهضره قدام الناس اللي راه حامله منك السي العربي. لحظه انت واش كنتي عارف هادشي؟ كنتي حاسس بيه ولا لا؟ نعم ما كانش عندي شي. ولكن واش كنتي حاسس بها انها تغيرات هاد الايامات عليك؟ ولكن انا ما عرفتش والله ما عرفت. ها ما نعرف اخويا الله يمنعها. دابا واش شنو غادي دير ولا ما عرفتيش شنو غادي دير؟ ان البنت راه كترعد. واخا ممكن تدوز عليا. انا نشوف واش تهضر معاك حيت راه قلت لك هادشي ما خصوش تهضر. واخا خليك خليك يا ربي تسمح لي. سي العربي. نعم معنا حفيظة ومعنا ماريا بجوج في الخط. خويا سي محمد. نعم سي العربي. كنصرمك اخويا بزاف، انا قلت لك شنو عندي. عرفتي ماريا اللي متيفلت ولا لا؟ عرفت ماريا اللي متيفلت اخويا. اخويا دابا ملي تلاقاو بجوج ما عرفت. انا نفهمك، ماريا بقات كتب حتى قلبات على النمره ديال حفيظه، هما بجوج معايا دابا وملي سمعوا شجلوك وقال لك هذيك لاري ولا ما عرفت شنو هادشي، وحفيظه حامله منك وانت كتشلى على ماريا. ما فهمتش ماريا خويا. للاسف تحياتي لك السي العربي. الله يسهل عليك. الله يعاونك.